بتقول الأفلات لمواليد الحمل على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024. يا عزيزي، على الصعيد المادي والعملي الشهر جيد، على الصعيد العاطفي رح تنتعش كمان وترافقك الجاذبية يلي بدك تمارسها على المحيط بهالشهر بشكل مذهل. انت عادة عندك جاذبية، بس هلأ يمكن تزيد. الشمس ببرجك، هيدا شهرك مثل ما قلنا بحوم حولك العشاء المعجبون أو المعجبات، وبتلتقي بنصك الآخر إذا كنت عم تبحث عنه أو إذا كان قلبك خالي أو بتحقق أمنية عاطفية ورغبة سكنتك طويلا. بتحصل على ما تريد، بتستقطب أشخاص استثنائيين، بتغوص بمغامرة عاطفية ورومانسية غير مسبوقة. ربما بتمارس جاذبيتك بشكل أخاذ، بيخلي الآخرين ينظروا لك نظرة خاصة بإعجاب، ويمكن تثير الغيرة بقلوب البعض. تتاح لك فرصة حتى تعيش علاقة يمكن أنت عم تحلم فيها. بتكون مرتاح لسير الأمور، مطمئن لهالعملية الخاصة لإلك. بس بعض الأزواج يلي عم بيعانوا من أزمة تفاهم فيما بينهم، فيمكن يتخذوا قرار هالشهر بالانفصال، ولربما بتعود الأسباب لشؤون مادية بتتجلى ابتداء من تاريخ 20. الأمر هيدا بيعود لهم بالفايدة، يمكن بيريحهم من ضغوطات سابقة، رغم أنه الأمر منه سهل، بس بيحررهم حتى يعيشوا حب جديد ربما أكثر ملائمة لهم. إذا ما إجا الحب الجديد بهالشهر فهو في الطريق إليك، أو ربما هو موجود وبعد ما أعلنت عنه وتنتظر الانفصال من أجل هالشي. بكل الأحوال بيتحدث المناخ الفلكي عن أحداث مذهلة بتطرأ على حياتك الشخصية عزيزي الحمل، ربما كمان أحداث ما توقعت أبدا في السابق. في قصة شخصية رح تدور بهالشهر ويدور حول نقاش حاد ونقاش مهم جدا على الصعيد العائلي، إما مع أحد الوالدين أو مع أحد الأبناء. شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، رح طمنك، بتطل على شهر استثنائي الكواكب، ما رح اشرح لك اياهم بالتفاصيل وينني، انما كلهم بيصبوا لمصلحتك، بالاضافه لكوكب بلوتون يلي ترك مربع برجك وراح الى برج الدلو، وصرت محرر تقريبا من اي ضغوطات او من عراقيل كانت عم بتحول دون تحقيقك لكل الامل. عندك شهر جيد، هيدا فينا نسميه شهرك. على كل حال، ما تنسى انه الشمس ببرجك حاليا بتغذيك بالامال وبتنشر لك الفرح في كل اعمالك. في مناخ خاص جدا من الرومانسيه والنجاح والدهشه رح تعيشون بهالشهر. ما تضيع الوقت بامور جانبيه، بليز روح نحو الهدف مباشره وما تلتهي بالتفاصيل الصغيره وبالثانويات. الاحداث رح تتسارع، بدي اقول لك رح تلبي حاجاتك، يعني يمكن تسبقك وتلاقي انه القدر عم بيتجاوب مع احلامك بطريقه ربما اسرع من النمط يلي انت منتظره. رح تفرض رأيك بمجالات كتيرة وتكون القائد ببعض الأمور يلي بتتطلب منك الحكمة والأداء الجيد. في تسوية كمان لمشكلة قديمة لإلك أو إنجاز بمجال الأعمال، رح تنتفض على واقع ربما كمان وترجع تتمرد على شيء كان عم بيزعجك. انت رح تكون واثق من نفسك جدا، رافض التهميش يلي تعرضت له بالسابق. نعم، تعرضت ربما لبعض التهميش، لبعض الاستبعاد، وحاليا بتشوف حالك في وسط الضوء وبتعتمد اسلوب صارم على بعض الاطراف وبتتولى مسؤولية جديدة ربما بمجال عملك. كوكب مارس، هذا كوكبك، رح يهدئ من روعك. ليش؟ لأنه موجود ببرج الحوت وبيخفف من حماستك، أحسن في بعض الأحيان ما يكون بموقع بيثير ردات فعل
كتيرة أو بتخلي اندفاعك جامح. لا بالعكس، ببرج الحوت بيخليك تنظر أكثر إلى بعض الوقائع وتتصرف معها بحكمة. طبعا بينصحك بعدم التمادي بصراعك مع بعض الأخصام. بس الحدث المهم جدا بهالشهر والشديد التأثير عليك هو الكسوف الحاصل يوم الاثنين 8 ببرجك. هيدا كسوف كلي بيترك أثره على مجمل أعمالك وبيكون كتير قوي بمفاعيله، وإله أثر على كوكبي ميركور وفينوس اللي موجودين كمان ببرجك. هالشي بيستدعي شوي الهدوء وعدم التهور قبل هالكسوف وبعده، خاصة إذا شعرت إنه في أمور شوي عم تتعرقل في بعض الأحيان، أو إنه هيك الجو ضاغط عليك وما بتعرف ليش. يمكن يكون في أحداث تطرأ بأحداث بطريقة غير متوقعة وتنذرك بضرورة الانضباط. بركز هالكسوف على شخصك وصورتك وعلاقتك بالمحيط، كما على بعض الأبناء إذا كان عندك أبناء، وضرورة التفاهم على مسار معين. يمكن يدور حديث كتير جدي حول أوضاع مالية وضرورة تغيير بعض الأداء بالمجال المادي، وبيتعلق الأمر إذا كنت شاب بأحد الوالدين يلي بيهتم بشأن مالي أو استثماري بهال أوقات. تأثير الكسوف على ميركور ببرجك بيتجلى ببعض الأحداث والتغييرات الطارئة بمجال عملك، كمان بيتعلق بموظفين أو بمسؤولين أو بزملاء لإلك بيفاجئوك ببعض المواقف، أو يمكن أن تكون عروض بتجي لتغيير مكان عملك. إذا كنت موظف هالشهر مليء بالمستجدات والمواجهات وضرورة التكيف مع بعض الشروط يلي بيفرضها المحيط. لازم تعرف إنه كل موقف من مواقفك هالشهر له وقع كبير على المحيط وعلى أدائك يلي يمكن إنه تقلب الموازين. لازم تكون متحفظ جدا وما تتسرع بأي شيء، رغم انه الشهر بمجمله جيد يا عزيزي. هذا على الصعيد المهني، شو بتقول الافلاك على الصعيد العاطفي؟ بفيديو اخر. الاجواء الفلكيه كيف بتاثر على مواليد الثور بشهر نيسان ابريل 2024؟ انت بتعرف انه دائما الدراسه بتكون دقيقه وبتعطيك فكره عن هالشهر، بس كل حدا بيطبقها حسب اوضاعه الشخصيه وبيفهمها حسب طبعا ظروفه الشخصية. يا عزيزي بهالشهر في أوضاع فلكية بتخليك تعتمد أسلوب آخر بالعمل. بيوحي لقاء بعض الكواكب بالحوت بأفكار غريبة لإلك. هلا هول الكواكب بالحوت ما بيزعجوا، بيكونوا منيح لإلك، بس يمكن تفكر بأشياء جديدة ومبتكرة أو تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. مخيلتك بتشتغل بشكل استثنائي بتدفعك للرجوع إلى الماضي واستذكار بعض الأحداث والاستلهام منها حتى تاخد قرارات. يمكن في بعض الأحيان تكون فجائية للآخرين، ربما أنت درستها بس بالنسبة للآخرين رح يتفاجئوا فيها ويستغربوها. في حنين بهالشهر، الشمس لـ 19 من هالشهر موجودة ببرج الحمل وميركور طوال الوقت بهالبرج، بينضم لإلهم كسوف بتاريخ 8 بالبرج نفسه. الكسوف بيكون كلي، بيتحدث عن انقلابات ببعض الأحيان، كما عن تغييرات طارئة ما كانت بالحسبان، عن تدخل الماضي بالحاضر، عن أمور بترجع بتستذكرها أو بتعيشها، أو ربما عن تغيير بتحدثه أنت حاليا بحياتك الشخصية أو المهنية. في تغييرات بالمجال المالي، خاصة أنه هالكسوف بواكب كوكب ميركور يلي هو بالنسبة لك كوكب المال. يمكن تضطر لإعادة النظر ببعض القرارات بهالإطار، أو ربما بتجي هالتغييرات لمصلحتك وللبدء بمشروع جديد طالما أنت حلمت فيه أو انتظرته. منلاحظ هالشهر انه المناخ بيتغير وانه الحركة بتدور بكل الاتجاهات، ويمكن تنشأ احاديث كتير مهمة ومفاوضات كثيرة ما كانت بالحسبان، بسودة نقاشات حامية في بعض الاحيان.
بتتوصل لنتيجة حاسمة، بتحقق بعض الأهداف بهدوء. المهم أنه تحافظ على انتمائك الحالي وتعمل على تمتين روابطك والتعاطي مع شؤونك بدون ما تتطرق لمشاغل الآخرين واهتماماتهم. عزيزي الثور، حافظ على صورتك ومبادئك، بس لازم ترضى بتعديل وتغيير إذا لزم الأمر، حتى بشكلك أو بهندامك أو بأسلوب حياتك، مين بيعرف. هيدا على الصعيد المهني. شو بتقول الكواكب على الصعيد العاطفي بفيديو آخر؟ شو هي كلمة الفلك عاطفيا لمواليد الثور بشهر نيسان أبريل 2024؟ عزيزي، بتهتم بقضية عائلية بتحصل وبتخص أحد الأولاد أو أحد الأقرباء. يمكن يطرأ شيء بيشغلك شوي وبتبين قلق من بعض تصرفاتهم، أو بتخشى من تهور بيصدر عنهم. هالكسوف يلي بيحصل مع فينوس بيتحدث كمان عن تغيير بطريقة التصرف أو طريقة النظرة إلى الآخر. يمكن يتعلق الأمر بأحد الأبناء أو فيك، أو بصورة عامة بوضع عائلي مهم. في تحضير لشي بده يطرأ بالأشهر المقبلة. بترجع شوي لورا حتى تعاود اللقاء بحدا حبيته بالسابق، وبشجعك كوكب مارس على اتخاذ مبادرات إما بحسم علاقة لإلك أو بالتجرؤ على اتخاذ قرار لا ما بقى يحمل التسويف أبدا. بعد مواليد الثور بيعيدوا حساباتهم بشأن شريك عاطفي يمكن ما بشطرهم الأهواء والميول، ويمكن تتعقد الأمور إذا طرأ سوء تفاهم بالنظرة إلى أسلوب العيش. هيدا الشهر بيحمل شكوك وتردد وإرباك يمكن ما تقدر عزيزي الثور التعبير عنها. في عندك هواجس في قلبك وعندك تناقضات، حاذر رغم هالشي من قرارات انفعالية، خاصة أنه الشمس ببرج الحمل تجعلك رافض لأي اعتراض أو مواجهة. بزودك فينوس بالحوت بحدث ممتاز، وبيدفعك في بعض الأحيان لالتقاط بعض الفرص أو لاتخاذ قرار بالوقت نفسه أو الوقت المناسب لتوصل إلى نتيجة. رغم أنك بالإجمال عقلاني، تحرص دايما على تكوين أفكارك من خلال التحليل والدلس والبراهين المنطقية. لا شك أنه نمط هالشهر سريع عليك شوي، أنت نمطك أبطأ مما يحصل بيها الشهر، فكوكب مارس بيدفعك للتطرف في بعض الأحيان. أنت الرجل والمرأة المعتدلين، بيخلي مشاعرك صاخبة، بتكون على موعد مع بعض الشغف، لكن أيضا بيتحدث المشهد الفلكي عن بعض التعقيدات بسبب الوضع الاجتماعي للآخر أو لأنك تبدو منجذب إلى حب مستحيل. يمكن استنتجت أنه الشهر مليء بالتناقضات والمفاجآت، بس لح يترك أثر كبير على نفسك، وربما بيكون شهر مصيري لبعض مواليد الثور. هل مولود الجوزاء رح ينعم بشهر جيد خلال نيسان أبريل 2024 على الصعيد المهني؟ الأبراج بتقول أنه رح تتأرجح يا عزيزي الجوزاء بين الأمال والخيبات، ويمكن يذكرك هالشهر شي حصل معك في الماضي، تجربة مرقت فيها سابقة وتركت أثر بنفسك وربما سببت لك الألم، بس ذهنك الهيدا المتوقد دايما بيجعلك طوال الشهر متربص بمن يريد لإلك السوء. واعي شو لازم تعمل، مسلح بمعنويات مرتفعة جدا ومزود بجاذبية، هالجاذبية تسحق الأعداء، شي حلو مش هيك؟ بيجعلك كوكب مارس بالحوض مربك قليلا لأنه هو عم بيعاكسك، مضطر للتعامل مع بعض المستجدات بهدوء وبأعصاب متينة وبمحاولة السيطرة على الأمور. بس الكواكب الموجودة بمواقع جيدة لإلك بتولد إشراق وبتولد شرارات إيجابية، بتجعل من أيامك حلوة جدا، ومن مشاريعك ربما نجاح، ومن أفكارك إبداع. بتسارع النمط بهالوقت عزيزي الجوزاء، وبتلاقي نفسك قدام مستجدات دائمة ومفاجآت وفرص تلتقيها بتلقطها بحنكة ونبهة.
تفرح باللي عم بيصير معك واللي ما كان متوقع أبدا، تتحمس للقاءات جديدة ومشاريع مبتكرة وأفكار يمكن تناقشها بلهفة كبيرة، بتتحلى بديناميكية خاصة بين 21. بهالوقت بيتجاوب القدر مع رغباتك لتحقيق بعض الأفكار يلي لقيت بالماضي تعثر. هلأ بتشوف إنه في أشياء صارت أكثر سهولة معك، يمكن تتلقى سعادة غير منتظرة من أشخاص اكتسبت ثقتهم، بتتألق ربما خلال مبارزة ما في العمل، أو بتنجح بحرصك بخوضك على إحدى المغامرات أو التحديات اللي بتثير حماستك وشغفك. كوكب مارس بالحوت مش هين، بصير قضايا خلافية بيجعلك مستاء من تسريب بعض المعلومات أو من صدور فتاوى غير منطقية، بتجعلك متذمر، بتولد ربما الأسى والبلبلة حولك. بيحاول ربما البعض إنه يبتزك، أو يمكن إنه يعني يمارس الرياء معك، خاصة بين 20 و30. بهالفترة بتنتقل الشمس لبرج الثور حتى تتناغم مع مارس بالحوت. شو بيصير معك؟ بيتعكر المزاج، بتكون مهموم وبتنكب على درس اجتماع ضدك بيحمل احتجاج على بعض المواقف. بتعاني من فترة بحدا عم بيحاول تشويه سمعتك أو صورتك ربما. هالشي بخليك تكون مستاء، يمكن في حدا بده ينقض على توليك منصب أو قيامك بمهمة كبيرة بهالشهر. في كسوف كلي بتاريخ 8 بمنزلك 11 يعني بالحمل، بشير لبلبلة بمؤسسة مهنية تنتمي لإلها، وفي بعض الأحيان كمان يمكن تلاقي صعب التعامل مع بعض أدوات العمل. بيحاول البعض اختراق رسائلك الإلكترونية مثلا، أو بيعرضك لبعض المشاكل العائلية لحتى تتجمد مسيرتك شوي. هالكسوف بيلتقي مع ميركور ببرج الحمل ومع فينوس، وبتكون وجهته الإيجابية ظاهرة بعملية إبداعية، يعني إذا ساعدك بمحل ما بيخدمك بمحل تاني، في إنجاز ربما لإلك أو أحد الأبناء، أو نجاح باهر، أو حدث يمكن يخص هذا الابن أو هذه الابنة ويفرح قلبك. هذا على الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الجوزاء عاطفياً بشهر نيسان ابريل 2024؟ يا عزيزي، عاطفيا ترغب بالحب وبدك انك تكون محبوب، او بتحرص الشهر على انه هيك تنثر جاذبيتك في كل مكان، بتمارس عملية الاغواء بنجاح، وبتشارك بمناسبات واحتفالات بتتألق خلالها وبتلفت الانظار بلمعان فكرك وخفة روحك وسقافتك العالية أكثر مما بتعمل هالشي أو بتأثر بشكلك الخارجي. يمكن قلبك يدق بهالشهر لحدا بيثير فيك الدهشة، وانت بتميل رغم هالشي إلى تعدد اللقاءات والعلاقات ربما، وإلى تنوعها، لأنه هيك بتشوف الاستقرار وهيك بتطمئن، كأنك مش مكتفي بعلاقة واحدة وما بترغب حاليا بالالتزام والارتباط، طبعا إذا ما كنت ملتزم لحديت هلأ. كل شيء بيتحدث عن تغيير بيحصل بحياة مواليد الجوزاء، سواء تعلق الأمر بفيون أو بعائلتهم. وإذا بدأ الشهر مع 5 أيام باهتة، الوهج بيخيم على الفترة الممتدة بين 6 ل 30، لأنه بهالفترة بيدخل فينوس إلى برج الحمل وبيطفي عليك سحر خاص، وبيجعلك تطرد كل الهواجس يلي ربما صارت بالشهر الماضي وأول هالشهر. تستعيد اللقاء بأصدقاء قدامى، أو تتصالح مع صديق أو رفيق بعد غياب، أو ربما بتعاود اللقاء بمن افتقدته لفترة طويلة. بتتواصل مع غرباء كمان عزيزي الجوزاء، بيبدو لإلك الإعجاب والمودة،
في تواصل غير واضح بيصير عبر البحار أو بيصير عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل متبادلة مع أشخاص مجهولين منك، ولكن بتقترب منهم روحيا وربما بتنشأ صداقة بها الوقت ما فكرت فيها بالسابق. حتى ولو كانت الأيام الأولى معاكسة إلا أن الأمور بتنقلب بشكل غير منتظر بعد مرور أسبوع واحد. مولود السرطان بشهر نيسان أبريل 2024. يا عزيزي حضر حالك هالشهر لبعض الإشكالات يلي يمكن تجمعها أو تفرضها الشمس مع ميركور وفينوس بمربع مع برجك. لما يكونوا هالثلاث كواكب ببرج الحمل فما بتكون الأمور مريحة بالنسبة لإلك. الشمس لتاريخ 19، ميركور كل الشهر، وفينوس اعتبارا من تاريخ 6. أوف طويل القصة. المشهد الفلكي بدون أي شك رح يعاكسك كما رح يعاكس مواليد الميزان والجدي. فإذا كان المقربين منك من هالأبراج فكن حريص على عدم إثارة الإشكالات معهم، وكن حريص على الابتعاد عن السفر معهم ربما إلى أمكنة بعيدة أو غريبة وغير مضمونة. حتى الشراكة مع هالأشخاص مع هالأبراج بهالوقت مضرة فيك ومضرة فيهم، ولازم تتحفظ كتير خاصة أنه ميركور بيراوح مكانه بالحمل بصورة استثنائية وبيتقدم وبيتراجع وبيتسبب بردات فعل مختلفة ومقلقة، بيولد انفعالات يا عزيزي وسوء النوايا. يعني بدك تطول بالك، هيدي هي النتيجة. لازم تدور الزوايا بكل وقت، لازم تتحفظ كتير خاصة انه حدسك بيكون جيد وبيقلك شو لازم تعمل وثق فيه اذا كان عم بيشعر بالخطر. بتتألم من خداع ربما بهالشهر او بهالفترة، بتخطئ التقدير بالنسبة الى بعض الشؤون او بالنسبة الى شخص وهبته ثقتك. بترأى كسوف بتاريخ 8 ببرج الحمل كمان، يعني بذات المكان المعاكس بتكون مفاعيله كتير قوية على أوضاعك المالية. بتواجه ظروف بتغير بعض استراتيجيات والخطط، بتضطر لتعديل بعض هالبرامج، وبتشعر بمفاجآت بتحصل وانقلابات ربما بمؤسسة أو شركة بتنتمي لإلها. يمكن تصدر قرارات عامة تأثر على استمرار هالمؤسسة أو على قوانينها، كمان تضطر لتقديم تنازلات في مكان آخر، يمكن تستقيل من عملك أو تغير مكان عملك. هلأ ما بيعني أنه كل مواليد السرطان رح يكونوا معرضين لهالشي، لكن يلي بيشتبهوا بوضع معين لازم أو وضع مربك بالعمل لازم يعرفوا أنه هالكسوف هو بيضاعف هالاحتمال. في بعض مواليد السرطان بتزيل سطوتهم ربما أو بيشعروا ببعض الضعف أو بيغيروا فلسفتهم للحياة. كمان لو وقع هالوضع الفلكي على حياة أصدقاء لإلك أو بعض المقربين من العيلة، لازم تعتني يا عزيزي بالصحة والسلامة والانتباه إلى أي مخاطرة أو مغامرة بهالوقت. هلأ في ممكن يصير في مواجهة عنيفة أو صدام للبعض لقلة من مواليد السرطان. لحسن الحظ أنه كوكب مارس موجود بالحوت، بيرطب الأجواء، بيغير الاتجاهات، بيخليك أكثر قدرة على التفاهم مع الآخرين، بخف الضغط اعتبارا من تاريخ 20. تشعر أن الأمور بلشت تاخد مجرى آخر، بيرجع السلام رويدا رويدا. يعني ما ترفع التحديات، ما تكون شرس، كون لين، تكيف مع الأجواء. يمكن تلوم أحد الأشخاص على غيابه، وبيزعجك كمان دجل ورياء شخص آخر. حتى الغباء، الغباء بيسبب لك الأذى أكثر من الأكاذيب. صدقني أوقات حدا غبي بيزعجك وبيسبب لك الضرر أكثر من شخص بده يضرك أو بيخادعك أو بيخشك. هيدا على الصعيد المهني، شو على الصعيد العاطفي بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد السرطان على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024؟
عزيزي عاطفيا، الأيام الخمس الأولى واعدة مع فينوس الموجود ببرج الحوت، بعدين بيصير في ربما بعض التشويش. قبل تسمع أخبار جيدة، بتختلي بالحبيب ربما بعيدا عن عيون الناس، تطلع على حقيقة بتطمنك، بس بعدين بتعاني من أجواء مناهضة لحياتك الشخصية كمان، فبيصدر عن الآخر، عن الطرف الآخر، ما يثير غيظك، أو ربما هاي ظروف بتبعدك عن ناس بتحبهم، أو بتجعلك تلتقي بأشخاص بيسببوا لك المتاعب، أو ربما بيجذبك شخص ما بيشبهك لا بطريقته ولا بانتمائه ولا بنمطه. يمكن تروح إلى مغامرة وسط ظروف غير اعتيادية، أو تضطر للإذعان لمشيئة أحد الأشخاص، أو يمكن يبتزك أحد الأشخاص عاطفياً ويمارس عليك سطوة غرامية، بتشعر أنك مش قادر الخروج من براثنه. من الممكن أنه يهددك أحدهم بفضيحة مثلاً، أو أنه يكشف سر لك أنت حريص أنك ما تفضحه، وهالسر بوظفه لمصلحته. بتلاقي نفسك مرغم على الانصياع له بدون توضيح، أو بتسير بعض الأجواء خدمة لمصالحك المهنية. المتزوجين من برج السرطان بيواجهوا كمان ظرف معقد بيستدعي الهدوء والتصرف بحكمة وسلاسة وعدم طلب المستحيل من الزوج. يمكن تجرفك رغبة آسرة بالرحيل بعيد عن كل ما يعقد لك الأجواء، بس الواجب يتغلب على الرغبة، والمسؤوليات يلي تتحملها حاليا ما بتسمح لك بالتخلي. مش دايما في واحد يقدر ينفذ رغبته، خاصة بس تكون الواجبات كتيرة. نتذكر قول لإحدى الجدات بتقول: يا عزائي يلي خلق علق. شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، بتفيد حيوية بهالشهر المميز واللي بيترك بصماته على حياتك الشخصية والمهنية على السواء، بشكل منعطف بحياة بعض مواليد الأسد نحو أوضاع جديدة مختلفة جدا عن يلي عرفته قبل هلأ. بتغمرك الأفلاك بتفاؤل كبير، في كتير كواكب موجودة بالحمل أي في برج ناري مثلك وصديق، حتى تسوي أوضاع كانت عالقة، وحتى تحقق حتى بعض المكاسب والأرباح. تتاح لك فرص متنوعة بتلتقطها بالوقت المناسب، وانت بتتمتع حاليا بروح القيادة والسلطة. الشمس ببرج الحمل وميركور وفينوس كواكب بتشعل النار بقلبك وبتجعلك مندفع واثق حتى التهور في بعض الأحيان. انتبه، بزورك كمان شي جديد، وبيكون عندك لقاء مهم كتير بسبب وجود ميركور بالحمل يلي بزوتك ببلاغة كبيرة وطلاقة بالكلام والحديث والخطابة وحسن التدبير، وبيغمرك بوحي حتى تبرع بمفاوضات بناءه جدا تبلغ الاهداف. طبعا مطلوب منك الاعتدال والتروي وعدم التسرع، ولو انه الفرص بتكون في بعض الاحيان مغريه، لان لازم ما تندم على تسرع ما بيفي بالغرض اللازم، وربما بيكون في خيبه منه، خاصه انه القمر المكتمل ببرج العقرب بتاريخ 24 بيخلي هالوضع دقيق وبيترك أثره الكبير عليك، بيتم بمكان معادي لإلك أو معاكس لإلك. حاذر يا عزيزي، لازم تنتبه إذا أي شيء ما بتعرفه، أي شيء بتجهله، ما تخوض غمار بعض الأمور المجهولة من قبلك وغير المألوفة، يمكن تطرأ مفاجآت بتفرض عليك ربما بعض الانتباه والتأني لصحتك وعدم تعريض نفسك للخطر. لحسن الحظ انه ميركور يعني بيردعك عند اللازم من ارتكاب الحماقات، وبيملي عليك كيفية التصرف بحكمة وحذر. في تغيير كمان عزيزي الأسد، تغيير كبير وضخم بيحصل بأوضاعك المهنية والمالية،
يلي بتستدعي العمل بوعي وواقعية بعيداً عن الأوهام والمبالغة في التفاؤل. كمان بيتحدث الكسوف عن أحداث مهمة بتطرأ على بعض المقربين من أصدقاء ومعارف أو على بعض المؤسسات يلي بتنتمي لإلها. هذا الشهر في حدث طارئ ببدل بعض المواقف، في مسؤول يمكن يتغير، تغييرات على المستوى الحكومي بتضطرك لتغيير استراتيجيتك أو خططك. لحسن الحظ أنك رح تتعاطى مع كل هالشي بمتانة أعصاب وبأفكار جيدة حتى تاخذ القرارات المفيدة وتلاقي الحلول. شهر كثير الأحداث والتطورات والمفاجآت، بدعمك من جهة حتى يوضعك قدام بعض الخيارات الصعبة من جهة أخرى. هيدا على الصعيد المهني، شو على الصعيد العاطفي؟ بفيديو تاني. شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد على الصعيد العاطفي بشهر نيسان إبريل 2024؟ يا عزيزي بتتقلق حياتك العاطفية بألوان زاهية ابتداء من تاريخ 6 ولآخر الشهر. بتفرح بلقاء، بتفرح بهمس، بتفرح بنظرات حلوة أو بترسم لنفسك مستقبل واعد. بتطرأ تغييرات بتجعلك تتبنى حالة جديدة بالحياة. يمكن يتم لقاء غريب بعض الشيء أو ما بيشبه شيء ألفته حتى الآن. بتجذبك شخصية استثنائية أو حتى إنسان غامض بيجعلك شوي محتار. بتستغرب أنت نفسك كيف عم تنجذب لإله بهالحماسة وبهالسرعة، وكيف بيجعلك تغير عاداتك وتتغلب على ميولك وأهوائك لحتى تكسب اهتمامه وتأثير رغبته فيك. يلي بيحصل بيكون استثنائي عزيزي مولود الأسد وعزيزتي كمان، يعني بيترك بحياتك بصمة ما فيك تنزعها من قلبك. بتحلم كتير أو بتوضع مخططات مستقبلية أو بتبوح بعاطفتك للعالم كله. لا شك أنه هالشهر مليء بالمغامرات، مليء بالأفراح، بالانفعالات، النزوات، لقاءات رومانسية. مركور وفينوس ببرج الحمل سوا بيأججوا العواطف عند مواليد الأسد وبيشيروا إلى أحداث طارئة ومفاجآت ونقاشات عاطفية عامة وتدخلات حتى من قبل المقربين والعيلة إذا عم تبحث بعلاقة جديدة أو مستجدة. شهيتك للحب كبير كتير بهالشهر. بدك تقلي أنا شهيتي للحب دايما كبيرة بس هلأ أكتر. بتخترق الحواجز، بتنفتح على كان ما يعتبر محرمات بالنسبة بقاموسك بالنسبة لإلك. بتلاقي كل الأعذار وكل الحجج حتى تخوض مغامرة يمكن تخرج عن السيطرة، لح تسكر بكلام جميل ومبادلات رائعة وغزلية حلوة. تتحدث الأفلاك كمان عزيزي مولود الأسد عن نقاشات عائلية مهمة بتحصل بتخص أحد أفراد العيلة أو أحد الأبناء مع قرار حياتي بياخدوه بها الأثناء. أهم توقعات الفلك لمواليد العذراء على الصعيد المهني بشهر نيسان إبريل 2024. من تأنى نال ما تمنى. هذا القول هو رح يطبق عليك بهالوقت يلي بيفرض عليك التأني بكل شيء وتأجيل بعض الإرباكات الكبيرة يلي أنت مهدد فيها وتأجيل لأعمال كتير محتمل بيجعل مزاجك متعكر. اطلع نفسه للأفلاك بيدعيك للقيام بواجباتك بهدوء حتى تحاصر كل الحواجز وتدعم أوضاعك المالية وتكسب الثقة والمصداقية. عزيزي العذراء يمكن تسود أجواء من المناكفات بحياتك، مواجهات، تحديات، شوي بترجع لورا وبتسترجع ذكريات أليمة. في مشاكل قديمة بتظهر على أثر أحداث بتستعيد معها اختيارات أو اختبارات سابقة. للأسف بدي أقول لك أن الطوالع الفلكية منها كتير مشجعة بهالشهر، وإن شاء الله تكون أنت معفي منها. ممكن في بعض الناس ما بيكونوا مؤثرين جدا بهالكواكب وما بتنطبق عليهم التوقعات. مارس ببرج الحوت طوال الشهر بده يعاكسك،
هو بمواجهة برجك، يعني بموقع أكثر معاكسة لإلك. أما الشمس وميركور وفينوس ببرج الحمل فما بيضمنوا لك التعويض يلي بيولدوا هالطالع وين أجواء ساخنة ومواجهات واضطرابات. ما بيعملوا شيء، ما بيأثروا، بس ما بيكونوا بموقع جيد فيهم إنه يرطبوا الأجواء. يمكن يحدث شيء بعرق المشروع لإلك، أو بيجمد بعض الأعمال بصورة غير متوقعة. بتضغط عليك الأحداث، بتفرض نمط غير مريح لإلك وسرعة أنت ما بتستسيغها. بيصعب عليك مجاراة ما يحصل ومواكبة التطورات بصورة واثقة. لحسن الحظ أنه أورانوس وجوبيتر بعدهم داعمين لإلك، بيحسوك على إحداث تغيير بالوقت المناسب حتى تتدخل لإنقاذ بعض الأوضاع، وهيك رح يصير. إذا بدك النصيحة بقلك اترك الأمور تصير على سجيتها، ما تحاول إنك تستفز شيء أو تحدث نقاش أو اعتراض. تجنب العدائية بالتصرفات كما الغضب، وكون لايق جدا. يمكن تتذمر من تقصير وتتسرع باتخاذ قرارات عشوائية وسط طالع مثل هيدا. نعم، هناك تأثيرات لساتيرن ولمارس ببرج الحوت يمكن تكون دقيقة لإلك، والفترة الأولى من الشهر هي الأصعب. الفترة الأفضل بتوقع بين 20 و30 مع كسوف بتاريخ 8 ببرج الحمل، يلي يمكن كمان يولد الصخب، خاصة أنه بيلتقي بميركور وفينوس، وبتكون الأجواء شوي نارية بهالشهر. انتبه، يمكن تشوف أو تعرف أنه بهالشهر في كوارث طبيعية، مناخية، إنسانية وغيرها بالعالم. بدك تنتبه وتترقب وتكون كتير على دراية بما يحصل. كمان في تغيرات مالية يمكن تطرأ. في كتير أمور بدك تنتبه منها بهالشهر. في تفاعل مع ميركور بيغير ربما ببعض الأوضاع، بينذر بانقلابات حتى بمجال العمل وحتى بالإجراءات الإدارية الداخلية بمؤسسة بتشتغل فيها. هذا على الصعيد المهني. شو على الصعيد العاطفي؟ بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، انت عرفت انه هالشهر ما رح يكون كتير هادئ لإلك، خاصة انه كوكب مارس بده يواجهك طوال الشهر بوجوده ببرج الحوت. عاطفيا في كمان غليان بالتعاطي مع الشريك بأول 5 أيام، بعدين بتلاقي نفسك غير قادر على معاندة القدر بالمجال الرومانسي، أو بتشوف انك مجبر على تقبل بعض الظروف والشروط والانصياع لإرادة شخص بتحبه. بتكبلك الأوضاع بقيود اجتماعية، بتضطر للتراجع عن بوح ربما أو عن قرار، وبتلتزم الصمت إزاء مطالبتك بكشف حقيقة ما أو بصدق مشاعرك. مضطر أنت بهالشهر لمراعاة الخواطر وإتقان لغة التطنيش. حتى ولو تعرضت لحملة يمكن تخوينية أو لمواجهة تمرد على قراراتك وخياراتك الشخصية، بدك تسكت، بدك تتغاضى وتتجاهل وتعمل حالك ما سمعت ولا شعت. إذن مطلوب الانضباط والتحلي بروح التسامح والتغاضي وشجاعة نكران الذات. يمكن تكتشف أنه في حقيقة ما بيعرفوها المقربين وأنت تكشف عنها، أو هي الظروف يلي بتزيح عنها الستار. بس كل الأخبار منا سيئة لهالدرجة. كمان عزيز العذراء، يمكن تعيش بالمقابل قصة حب مشوقة، أو هيك بتدل الأفلاك، أو بتلتقي بأشخاص بيخلوا قلبك يدق وبيريحوك كمان. ويمكن يكون عندك حوار مع شخص بتوثق فيه وبحكمته، بدلك على الطريق الصحيح
أو بيساعدك حتى تخرج من ورطة أو من واقع مظلم. إذن الشهر بيحمل كتير من التفاعلات والترددات والتغييرات، ويلي بيطلب منك إنك تفهم شو عم بيصير بهدوء وتأجل ربما بعض القرارات. وجهات الفلك لمولود الميزان بشهر نيسان أبريل 2024. يا عزيزي، يقال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ما بعرف إذا كنت قادر هالشهر على تحمل بعض الصفعات يلي رح تتوجه لإلك، أو بعض الخيبات يلي ربما تتلاحق وبتخليك تعيش جو من سوء التفاهم والفوضى. نعم، في تجمع للكواكب في برج الحمل، واللي عم بيتابع معي من سنوات صار يعرف شو يعني. هذا التجمع بيحمل بعض الأوضاع الدقيقة وبيجعلك ثائر، أو بيصير انفعالاتك بشكل كثيف جدا. بيستفزوك بعض الأشرار ربما، أو بيحاولوا المنافسين عرقلتك بطريقة غير شريفة. المهم أنك تتجنب الأوضاع يا عزيزي، وتتصرف بدبلوماسية مطلقة، خاصة بمنتصف الشهر إذا كنت خارج بلادك أو بسفر لمتابعة عملك، أو إذا كنت عم بتفاوض بعملية تستلزم تغيير النهج والعقلية السابقين. من الممكن أن تتغير اتجاهاتك جدا وتوسع أنت دائرة علاقاتك. كمان يمكن عليك أنه تضبط لسانك جدا بهالشهر. ميركور بالحمل بيعرضك للانفلات من قيود الانضباط والتحفظ. ما تتسرع بقرار أو ارتباط، وما تضيع وقتك بمشاريع واهية، خاصة أنه هالكواكب بالحمل تبعث بنفسك كمان بالوقت نفسه الحماسي، وبتجعلك تتفلت من القيود وبتحب المغامرة والتحدي، وتطرح أفكار مرفوضة وأفكار جديدة ما بيتقبلها المحيط. بدي ذكرك أنه هالشهر بيحمل كمان كسوف كلي بالحمل، يعني كمان بمواجهة برجك ما يزيد التعقيدات، وبيتحدث عن تغييرات مفاجئة تربكك، وعن ضرورة الحذر وعدم المجازفة بأي مجال. انتبه، أي إشارة قدامك لازم بتخليك حذر جدا. ما في شيء مضمون بهالشهر. حاول تستعيد هدوءك وتبتعد عن الالتزامات، خاصة أنه هالكسوف بيختبر شراكة لإلك يمكن توضع على المحك وتكون معرضة للفسخ بهالأثناء. بتفارق أحد المقربين أو الأصدقاء أو الأعزاء، أو بتشعر بضرورة الانفصال عن بعض الأوساط، أو ربما بيصير شيء بيخليك تعيش حالة حداد. حداد ما بيعني بالضرورة الموت، قد يعني أيضا غلق باب على إلك، أو إنهاء صداقة، أو ربما الابتعاد عن شخص بتحبه، أو مواجهة أو خداع أو شيء من هالنوع. بعض مواليد الميزان بيغيروا قناعاتهم وبيصدموا باكتشاف نية لدى البعض كانت مستترة، أو ربما بيرجع بيشوفوا واقع معين بيجعلهم يعيدوا النظر بوعود سابقة أو بتعهدات ما بيوفي فيها البعض. في خبر جيد رغم هالشي عتمت لك على قلبك. في شهر في خبر بيعود عن الاحتمالات، يمكن تحصل على مبلغ من المال أو على أرباح بالأيام العشرة الأخيرة، أو يحدث شيء بيجعلك تستعيد بعض المكاسب المادية عن طريق تصفية حسابات أو إرث أو قسمة أملاك. هذا على الصعيد المهني. ماذا على الصعيد العاطفي؟ بفيديو تاني. شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024؟ عزيزي، عاطفيا الأجواء فيها صعوبات كمان، خاصة أنه الكسوف بالحمل أو بمنزل العلاقة العاطفية والشراكة بيكون قوي جدا. يمكن يختبر القدر علاقة لإلك زوجية أو عاطفية تتعرض للتصدع. انتبه من سوء التفاهم
ومن تصرفات عشوائية وانفعالية بتهدد علاقتك وبتهدد استقرارك بوقت ما بتكون منتظرة أبدا. في تغيير بيحصل بحياتك الشخصية، في هدم أو إعادة بناء ربما، أو رحيل وفسخ علاقة إذا كنت عم تمرق بأزمات وتهديدات. خفف من بعض المواجهات العقيمة، ما تعظم الأمور سهلة، حجم بعض الخلافات بكلمات رقيقة ومحاولة يمكن جبر الخواطر. إذا كنت عازب بتطل على علاقة جيدة رغم هالشي ومميزة، ومغامرات متنوعة تتاح لإلك، وإذا كان هالشهر ما بيوعد على الأرجح بالاستقرار ولا باستمرار علاقة بتولد حاليا. يمكن تدوب روحك اشتياق إلى أحد الأشخاص وما فيك تعبر عن هالشي، أو ربما بتلاقي نفسك قدام فراغ بعد صخب كبير مريت فيه. بالإجمال هيدا الشهر بيحمل المعاكسات لمواليد الميزان على كل الأصعدة، وإذا رجعت لورا واسترجعت الأحداث يلي طرأت في أشهر نيسان أبريل من السنوات الماضية، رح تشوف إن بالإجمال تعبتك وأحزنتك. فشهر نيسان عادة بيكون شهر معاكس بالإجمال لمواليد الميزان، فكيف إذا كان هالشهر أيضا من نيسان مليء بكواكب تنضم إلى الشمس لمواجهتك وبتخلق لك بعض الأزمات وبعض هيك الفرقعات الصغيرة. طبعا بدي أقول لك إنه هيدا الأمور مش ضروري تكون شاملة للكل، بس إذا أخذنا مثلا 100 شخص من الميزان رح نشوف إنه 90 منهم رح يعانوا من هالأجواء. إن شاء الله تكون أنت من العشرة الباقيين وأنا كمان. كيف رح يكون شهر نيسان أبريل 2024 على مواليد العقرب على الصعيد المهني؟ يا عزيزي، في عندك هالشهر انفعالات رعونة، تصرف ربما طائش بعيدا عن التعقل. نعم، الأجواء بتشير إلى اللا استقرار. على كل حال على الصعيد العام في لا استقرار، بس أنت على صعيدك كمان في مشروع لإلك يمكن يتصدع أو يتهاوى تحت عيونك وترتبك لبعض نتائج قراراتك أو قرارات أخذتها بالسابق، وبتشوف أنه هلأ بتستنتج أنه كانت متسرعة. تنتفض للدفاع عن رأي أو مسار معين اخترته. يمكن تشتبك مع بعض الفرقاء، الشركاء أو الأخصام، يعني بيرهقوا لك أعصابك بنزاعات عقيمة لا جدوى منها. المشهد الفلكي مربك شوي بهالشهر، في ربما قرارات إدارية بيكون الغرض منها استفزازك أو اقتلاعك من مكان أو موقع أو حتى منصب. نعم، ممكن تكون عم تتعرض لهالموضوع، هيدا بأسوأ الأمور. أما إذا رحمتك الكواكب فبتشعر بشوي من الأذى، من الغبن، من الحرمان، من عدم حصولك على ربما حقوق لإلك. بس هالشي بخليك تعيد النظر يا عزيزي بمسيرة لإلك أو بخط أو بخطة تنطلق لمرحلة أخرى مغايرة على أثر بعض الأحداث يلي بتسلط الضوء على نقاط كنت أنت ربما متخوف منها. بتستلهم أفكار من بعض التطورات يلي بتحيي فيك أمل جديد، بس ربما أنت بتسكت، بتلوث بالصمت، بتصغي لتنظير الآخرين يلي ما بيعرفوا كل الحقيقة بس بيدعوا أنه بيعرفوا أكتر منك. في كتير ناس هيك قالوا أوقات بخبروك إشياء بتعرفها أكتر منهم، تضطر تسكت. يمكن تلجأ إلى تكون مش مرتاح وتلجأ إلى شخص بيطمنك وتحتاج أنه تخبره شو في بقلبك من أسرار، أو ربما بدك تكشف عن شيء خفيته وما كنت قادر تتحدث عنه. بتعم الفوضى والبلبلة بعض الآفاق، الكواكب بموقع حاليا ما بتطمنك، ما رح قلك شي غلط. وحده كوكب مارس موجود ببرج الحوت يمكن كتير مهم مفاعيله، بتكون عم بتريحك وبتخلي الآخرين يمكن يتحفظوا قدام بعض قراراتك، ويمكن بتحافظ معه على صورتك. تجنب على كل حال رغم هالشي أي حوار خلافي، وما تفتح باب مغلق
حتى ولو دعتك الظروف إلى هالشي. نعم، تقلب قلق، هيدا هو المناخ، بس أنت قادر إنك تخفي اضطرابك، هيدا المعروف عنك، ما بتخلي حدا يعرف شو عم تشعر. بوكر فيس، تظهر دايما عن قوة، بتصير ثقة الآخرين. جوبيتر وأورانوس بعكسينك كمان. انتبه، إذا عندك أمنيات وطموحات تصطدم ربما بواقع مغاير، مثلا يعين بمركز شخص أنت ما بيرضيك، أو مثلا بتلاقي نفسك مضطر تتساير سلطة أو بعض الظروف غصب عنك. يمكن ينتزع منك أحدهم سلاحك أو يطلب إليك رميه قدام منافس لإلك. سلاحك ما ضروري يكون سلاح ناري، يعني حيالله سلاح الإنسان بيقدر إنه يتزود فيه. كمان تتحدث الأفلاك عن نقاشات حامية جدا بمؤسسة أو شركة بتترأسها أو بتنتمي لإلها. نعم، في بلبلة رح تعم الأجواء وتملي عليك الحكمة والتصرف بتحفظ شديد. هالشي ممكن إنه شوي يزعجك، رح تقول خلص ما بقى تكفي، حكي حال ما رح كفي، بكفي قلت لك إيه، بعدين بنشوف على الصعيد العاطفي بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد العقرب على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، بتمر بتجارب دقيقة بهالشهر. نعم، القدر رح يختبر صحة علاقتك واستدامتها. هالعلاقة بتتعرض لبعض الإرباكات أو الهزات أو الشكوك. تنصحك الأفلاك بالتروي، عدم تعريض حياتك الشخصية للمخاطر أو المجازفات غير المجدية. اندفاعك لأحد الأشخاص والتضحية بشؤون كثيرة من أجله بعرضك لخسارة وتعقيدات أنت بغنى عنها. الكسوف يلي بيطرق بتاريخ 8 وبيكون كلي بيشير إلى تغيير بالأجواء، تغيير بمكان إما الإقامة أو العمل، وهالشي بيأثر جدا على حياتك الشخصية. يمكن تسمع برحيل أحد المسؤولين أو المشهورين أو المقربين منك، ويلي يمكن بيشغلوا مراكز نفسي، وهالأمر بيأثر جدا على حياتك وبيحمل بعض الإرباك وبيدعيك للتحلي بأعصاب متينة وإخفاء مخاوفك عن عيلتك. من جهة أخرى، يمكن ينتفض كبريائك قدام حالة معينة أو موقف بيشعرك بالغيرة. بيطرأ تغيير بحياتك الشخصية بيثير بعض الإرباك. يمكن صمتك، سكوتك بيغيظ الطرف الآخر، بيشعروا بعدم الأمان، بيطالبك هو باعتراف، بإجهار، بكلام، بالتكلم عن مشاعرك أو بموقف حاسم لطبيعة العلاقة، بس أنت بتميل إلى التمهل والاستمهال، على عكس طبيعتك يلي بتبتسم دايما بالإلحاح وبالحرارة الشديدة. الأفلاك بتقول إنه الحب يلي بينشأ بها الشهر ما بيكون لا مستقر ولا ثابت، مشان هيك بدك تنتبه، يمكن كمان يكون عمره قصير. حتى ولو اتسم بالعشق والغليان العاطفي والحماسي، كتار من مواليد العقرب بيعيشوا مغامرة مشوقة، بس للأسف بتكون بالإجمال عابرة. الارتباط يبدو بعيد منك حاليا إذا كنت عازب، انتظر حتى تتبدل الأجواء وتتيح لإلك استعادة الاتزان بكل شيء. شو بتقول الأفلاك لمواليد القوس بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، رح يعاكسك كوكب ساتورن ومارس، كون أكيد موجودين بالحوت، بس ميركور بيدعمك والشمس كمان وفينوس، إذن شي بيعطيك الأمل من ناحية وشي بيشدك إلى الوراء من ناحية تاني. بتدخل فترة من التناقضات، بتزعجك من جهة وبتوعدك بالأفضل من جهة تاني. نيح، بتضلك عندك أنت مولود القوس غريب، بتضل عندك دايما مخرج ودايما تنقذ من أي حالة. هيك خلقت، الحظ إلى جنبك، كوكب جوبيتر كوكب الحظ هو كوكبك، شو عبالك؟ بس هلأ لازم تتجاوز هالصعوبات بأعصاب متينة جدا، ويمكن تشوف أن الأمور بتصير حسب رغبتك.
بتدعمك الكواكب، بتدعم مواقفك بكل مرة، وبتحفزك على الاستمرار مهما ضاقت فيك الدنيا. بتجيك الحلول من طرق متعددة، بتتزود بالشجاعة والجرأة اللازمتين لإنجاح كل مخطط. ربما تتمرد على قرار عام أو على بعض الاتجاهات يلي بيشاركك بممارستها لكتار بهالشهر، يعني كأنه عندك رسالة، عندك فكرة معينة مشتركة بدك تنفذها. ما بعرف إذا في شي مظاهرة بدك تشترك فيها، بس تتجند أنت للمواجهة، وبتكون كأنك عم بتقود حملة التغيير يلي أنت عم بتفكر فيها. الكسوف يلي بيطرق كمان بهالشهر هو الأقوى خلال هالسنة، بتطلق أنت معه نداء للتصحيح. موجود بمنزلك الخامس المتعلق بحياتك العائلية والأولاد والمجتمع، بشير لتغيير بعلاقة لإلك أو صداقة حميمة بتمر بظروف دقيقة. بيتحدث كمان عن تغيير بالاتجاه المهني أو عن نظرتك لبعض أساليب العمل، والتكيف مع تغيير حكومي ربما بيطرأ على مستوى الإدارة العامة. هالشهر بيحمل بصمتك، بيشير لقرار يمكن أنت تاخده، وحتى ولو طرأت مشاكل مع بعض المراجع بتحافظ أنت على هدوءك. التغييرات الآتية يا عزيزي يمكن تكون صادمة للجميع، بس بتكون إيجابية ولمصلحتك. بالأيام الأولى لما يكون الفينوس بعده بالحوت لتاريخ 5 بيكون في أجواء ملبدة، فما تحكم على هالأمور بالأيام الأولى أبدا، بعدين بتصير الأمور نحو الأفضل وبتتزود أنت بالتفاؤل والثقة بالنفس. شرط أن تكون حريص على كل شيء، لازم تكون منتبه ومحضر لكل أنواع الاجتماعات بدون إهمال، نظم ملفاتك. هذا على الصعيد المهني. ماذا على الصعيد العاطفي؟ بفيديو تاني. كيف هي الأجواء العاطفية على مواليد القوس بشهر نيسان أبريل 2024؟ عاطفيا يا عزيزي رح تسعد هالشهر بأجواء ممتازة. بالأسابيع الثلاثة الأخيرة بتعيش أحلام رومانسية بعد ما يمرق يمكن أسبوع في إرباكات وبيحمل لك بعض النزاعات أو الإشكالات. نعم، بين 6 و19 يمكن يحصل ما يغير المصير للبعض. تنشأ علاقة بتتطور بسرعة وبتكون غير اعتيادية. بتوصل بعض مواليد القوس إلى قرار بالارتباط ربما أو الزواج، أو بيتم زواج بطريقة سريعة على أثر لقاء بيجعلك أنت مندفع لهالزواج. يتسم هالشهر بالحماس الرومانسي إذا صح التعبير. اللقاءات بتكون مفاجئة وبتكون محتملة جدا، والصدفة بتلعب دور بقراراتك وخياراتك. يمكن تتبدل الأوضاع بلمحة بصر في هالشهر، انتظر هالشي، أو معظم مواليد القوس لازم ينتظروا هالشي. ميركور وفينوس ببرج الحمل بيولدوا ظروف غير منتظرة تطرأ وبتجعلك تاخد قرارات كمان سريعة وغير متوقعة، بس الفلك بيطلب منك التروي بكل الأوقات، عدم التهور. ارتكاب الأخطاء بهالشهر على الصعيد الشخصي ممكن جدا. يمكن تختار بين خيارين لإلك، نعم، وتعيش تحتار بين خيارين لإلك وتعيش بعض الازدواجية العاطفية. بمعنى آخر بتخبي لك الأفلاك بلبلة على الصعيد العاطفي وحيرة رغم الأجواء الجيدة، بس في تغيير، والتغيير محتمل جدا وبيخدك إلى ظرف مختلف يمكن يفرض حاله عليك. بس ما رح تكون زعلان من الأشياء اللي عم بتصير. أنت بتحب هالأجواء يلي فيها غرابة ويلي فيها مفاجآت، وهالشهر ما رح يحرمك منها أبدا. تبدو خلاق عزيزي، كتير مفعم بالنشاط، مندفع، عاشق، متعدد العلاقات. يمكن كمان توقع بالغرام إذا كان قلبك خالي. مثل ما قلت لك النمط سريع والمفاجآت كتيرة، لكن الصدف كمان بتلعب دور. فينا نختصر المشهد بالقول إنك بتقامر بحياتك العاطفية وبتراهن ربما على كل رصيدك، بكل رصيدك، بتراهن بكل رصيدك على شيء جديد.
شو نصيحة الأفلاك لمواليد الجدي بشهر نيسان أبريل 2024 على الصعيد المهني؟ عزيزي، ما تدير ظهرك هالشهر لبعض المشاكل يلي لازم تواجهها بحكمة وقدرة على إيجاد الحلول بروح نضالية وسعي إلى السلام. هالشي لازم يكون مهم، هذا ما ينتظرك يا عزيزي مولود الجدي اللي دايما هو بيتحمل المسؤولية بأصعب الأوقات. هلأ بدك تتصرف بحكمة وبطريقة حازمة وحاسمة، يمكن تخرج من الظل وتتحدث إلى العلن وتغير الاتجاهات إذا اضطر الأمر، تواجه صعوبات بتفاجئك، مواقف يمكن أنت ما حضرت حالك لإلها، تضطر لإعادة النظر ببعض الخطط والمشاريع. الأجواء الفلكية مربكة شوي والحركة كبيرة، ما بتناسب إيقاعك ونمطك البطيء. بتتغير معايير ومقاييس، تضطر إنك تتحمل مسؤولية أنت كنت بغنى عنها. الكواكب ببرج الحمل تقلق راحتك قليلا، وبتفرض عليك إعادة النظر ببعض الاتجاهات، حتى الكسوف. الكسوف كمان بالحمل رح يكون الأشد وطأة والأكثر قسوة طوال هالسنة. شو بيعمل؟ بيحاول أو بيعمل بلبلة بنفسك، بدك تاخد الحيطة والحذر، لازم حتى ما تتنقل بشكل غير مضمون، وحتى ما تقوم مثلا بسفر أو قرار حياتي أو مصيري كبير. ابتعد عن مكان من الخطر، احمي نفسك وعيلتك من أي مكروه. الكسوف الحاصل بمنزلك الرابع بيلتقي بفينوس وبيتحدث عن تغيير بيحصل بمجال العمل كما بحياتك العائلية. هالكسوف بيأثر على كتار مش بس عليك، بيحتم الانتباه، تجنب التهور، تجنب المغامرات، مدبوح بأسرارك، بغفلة من الزمن يمكن يحدث شيء غير متوقع، ويمكن تسمع أخبار بتخص الأصدقاء والمعارف تذهلك قليلا أو بتربكك، هيدا بأسوأ الأحوال. أما بالعادة فلازم الوقاية والحذر من ارتكاب بعض الهفوات. ميركور المتراجع كمان ببرج الحمل بيجعل المزاجية تسيطر على الأجواء، والروح العدائية تبرز عند بعض مواليد الحمل والميزان والجدي والسرطان على الأخص. حافظ على هدوءك، لا تقدم على تغيير لا بالأداء ولا بالأهداف، وانتبه من الإغراءات الكتيرة والنوايا السيئة، يمكن تستاء من بعض الثغرات الصغيرة والهفوات والأخطاء اللي بتظهر بالحياة. وربما كمان تهتم بشأن مالي بيتعثر، أو بيحصل شيء بيأجل بعض الاستحقاقات. انتبه حتى ما تصير مشاكل سخيفة وتحطم بعض الأمور التي هي اللي هي مهمة بحياتك. حافظ على أمنك وسلامتك، ما تصدق بعض الواهمين. هذا على الصعيد المهني، ماذا على الصعيد العاطفي؟ بفيديو آخر. على الصعيد العاطفي، شو بتقول الأفلاك لمواليد الجدي بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، الحياة العاطفية جيدة وواعدة بأول 5 أيام، اتكل على هالأيام حتى تاخد قرارك، حتى تعبر عما يجول بقلبك وخاطرك. في أمور رح تمشي بطريقة إيجابية، بس بعدين بتتغير الأحوال فجأة، وربما بتعيش بعض الحيرة والتردد والتمزق بين اتجاهين. يمكن يصعب عليك التعبير عن عواطفك أو تقبل إفصاح عما في داخلك. بتشعر بالضغوط، بتولى الفلك بعد هالوقت بعث رسالة لإلك إنه عليك التروي وتجنب أي تصرف متهور وغير مدروس. ما تمزح، الوضع دقيق، ما تنتظر أنه تجي الحلول بدون جهد من قبلك، خاصة بين 6 وآخر الشهر. يمكن توقع بالغرام وتفقد سيطرتك على بعض الأمور، طبعا هيدا احتمال. من ناحية أخرى، إذا كنت مرتبط بيصعب عليك إيجاد الكلمات اللازمة لتهدئة الأوضاع أو لتقريب وجهات النظر، خاصة إذا شعرت إنه الشريك مستاء. يعني الجو بيكون شوي مربك، وبتشعر إنك مش قادر تسيطر على الأوضاع أو إنه ما يحدث.
بخليك غير مطمئن إلى المستقبل، أو بيفقدك القدرة على ضبط الأوضاع. بتعقلن عواطفك بهالوقت يا عزيزي، بتتحدث عنها وكأنها مادة رياضيات مثلا، بتطرح هيك معادلة عنها، بتبحث عن حلول، كأنه شغلة إلى حسابات مش كأنها نابعة من عواطف ومشاعر. بتلتهي عنها بشؤون أخرى، الشؤون الأخرى بتلاقيها أكثر أهمية من الأوضاع العاطفية، ويمكن تلام على هالشي. وإذا كنت حر طليق غير مرتبط، يمكن تغريك مغامرة ما بتصورها كعشق كبير، وبيتبين لك إنها عاطفة عابرة وقصة قصيرة تنتهي بصفحات قليلة مش طويلة. باختصار، هيدا شهر دقيق الملامح، بدق ناقوس الخطر حينا، بيرميك بالرتابة ومراوحة المكان حينا آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الدلو بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، الطقس الفلكي جميل جدا، بيجمع الشمس ميركور وفينوس ببرج الحمل، بتشكل هالكواكب طالع جيد لإلك، بتحضرك لخطوات عملية ملموسة بتلفت الأنظار. ما تتكبر علينا، منعرف لأنه أكثر الأبراج هالشهر مش مرتاحة، بس أنت بتكون عزيمتك قوية وقدراتك لتحقيق اللي بترغب فيه مصحوبة بمشاعر شديدة وأفكار براقة لإنتاج عمل كبير وضخم. لبعض مواليد الدلو بتقطف ثمار جهودك السابعة، بتتابع طريقك منتصر، بتسرع الخطوات، بتلائمك الكواكب بالحمل، حمل مثلك، مثلك هيدا ما بيحب الانتظار، وانت هيك بيصير معك هالشهر. بس كوكب مارس هالشهر بالإضافة لساتيرن بالحوت بيوضعوك قدام امتحان لإثبات قدراتك. بيطرق شي بيعرقل بعض الخطوات، هالشي بيطرق من الماضي، وهالشي بيصير من حين إلى آخر، يعني مش دايما. خاصة أنه هالشهر بيسجل كسوف هو الأقصى والأسوأ والأقوى خلال هالسنة، الكسوف ببرج الحمل. هيدا ما بيمنع من أنه جرأتك بتبلغ أوجها، وشجاعتك للإقدام على مغامرات ما بيحد شي، بس بدك تدرس خطواتك بهدوء وتتأكد من علاقاتك الجديدة واتصالاتك، وتخطي بعض التأجيل يلي يمكن يحصل على أثر ظروف عامة. نعم، هالشهر يمكن يحمل ظروف عامة دقيقة. تحدثت عن الكسوف يلي هو الأقوى والأقصى، حتى أشرح حاليا شوي مفاعيله. بيأثر على الجو العام، بينذر بأحداث غير متوقعة. أنت بيحصل بمنزلك الثالث يعني الحمل، بيدعيك للاهتمام ببعض الأشخاص حولك ومواكبة بعض التغييرات. ميركور موجود بالبرج نفسه، وفينوس اعتبارها من تاريخ 6، يعني مفاعيل هالكسوف بتكون مضاعفة جدا، بتعني إشكالات بحياتك العائلية أو ما يتعلق بدراسة بعض الأولاد أو توجهاتهم. كمان له تأثير على حياتك الشخصية والاجتماعية، وبيولد يمكن جو متوتر، بتضطر انك تعالج بعض المستجدات بهدوء. الفترة الافضل لهاش للبدء بتنفيذ بعض الاعمال بتكون بين 1 و19، لما تكون الشمس بالحمل. بعدين بانتقالها الى برج الثور بترجع بتشوف انه في معاكسة لبعض رغباتك. ما في شي بيوقف مسيرتك وطموحك لبلوغ الافضل عزيزي الدلو، شو ما صار. هيدا على الصعيد المهني، ماذا على الصعيد العاطفي؟ هالفيديو بيتحدث عن الوضع الفلكي لمولود الدلو على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024. عزيزي مولود الدلو، رح يطرأ تغيير بحياتك الشخصية إجمالا، وسط طالع فلكي بخليك تعيش تجربة جديدة من نوعها، أو تطل على روابط متينة ومقاربة جيدة لوضعك الشخصي، كأن تضغط على بعض الأمور وتلح على الشريك لاتخاذ قرار. إلا أنه بعض النزاعات محتملة كمان، ويمكن يلاقي الطرف الآخر صعوبة بالتناغم مع أهوائك الخاصة.
خاصة إذا كانت غريبة بعض الشيء. أنت بدك إنه تحدث جديد بحياتك يبعدك عن الروتين، لكن هيدا الميل يمكن يصطدم بظروف وموانع كتيرة، وضرورة التعاطي مع الواقع بتعقل ووعي كبير، وعي لما يجري. هذا ما بيمنع إنه جاذبيتك بتكون كتير قوية بهالشهر، وإنه أنت بتولد رغبة شديدة عند الآخرين بالتودد لإلك والتقرب منك. تصغير كلمات الغزل بسعادة كلية وابتسامة بترتسم على الشفاه. واثق من نفسك ومن قدرتك على التأثير على مين ما كان، مين ما بدك. بين 36 تقبل ربما على علاقة جديدة، أو بتعيش ازدواجية وحيرة بين اتجاهين. بتتغير حياتك الشخصية وبتسرع أنت القوى أو الخطى بشكل غير منتظر. بتاخد قرار على أثر ربما عشق بيسكنك، وبتطرأ أحداث بتتطور بشكل سريع نحو قرار بتاخده بالزواج ربما، أو الانتقال إلى حالة اجتماعية جديدة. يمكن عزيزي الدلو تترك مكانك من أجل الحبيب، أو تسافر إلى بلد إقامته هو، أو تضطر تسافر إلى مكان آخر بيجمعك فيه أو بيقدر يأمن لك الراحة. يمكن يجي هو الشخص الآخر حتى يساكنك بعد فترة من الغياب، وربما أيضا يكون في لقاء على أثر بعض الظروف يلي بتجعلك تغير اتجاهاتك بشكل جذري في نهاية الشهر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الحوت بشهر نيسان أبريل 2024 على الصعيد المهني؟ عزيزي مولود الحوت، لازم تعرف أنه كل تفوق هو منفى. أنت بدك تتفوق ودايما عندك هيدا الهاجس، ما بدك تكون مثل الآخرين. بالإجمال هيك مواليد الحوت بيفكروا. بهالشهر بدك تتعلم جديد، بدك تزيد معرفتك، بدك تنهال على بعض المعلومات والمراجع يلي بتعزز إتقانك لعمل أو لمعرفة جديدة. يمكن تتاح لك فرصة البدء بتعلم شيء كتير نافع لك ومفيد. روح المبارزة والمنافسة بتسكنك بهالشهر، والتفوق على الآخرين. مثل ما قلت لك، التفوق منه هين، بيعزلك إلى مكان آخر. حاول إنك ما تقتحم عالم من حولك، بل احترم المسافة وحاجة الناس هن كمان إلى النجاح وإثبات الذات. يمكن تحتاج إلى شخص بيذكرك باحترام الأعراف والقوانين والاجتهادات والضوابط، كما للانتباه لصحتك وسلامتك بعيداً عن التهور. الحظ بعده عم بيرافق خطواتك، جوبيتر بيوفر لك فرصة للانطلاق بمجال جديد، خاصة أنه عم يتناغم مع كوكب مارس وساتورن ببرجك طوال الشهر. بتاخد قرارات مناسبة جدا بالوقت المناسب ولو التبست عليك الأمور. في كواكب ببرج الحمل بتخليك شوي متهور، بس الجو المهيمن بيكون بالإجمال جيد لإلك، ويمكن ما في مشاكل كبيرة مثل عند غيرك. ما تنسى هذا شهر، ما بعرف إذا سمعت أبراج غيرك، هذا شهر ضيق جدا. يمكن تفتقد الصبر شوي ببعض الأحيان، تميل للانفعال بردات فعلك. يمكن تستفز الآخرين لمنازلة ما بتخدم أهدافك، لكن من ناحية أخرى بتنشر الحماسة والاندفاع حولك في العمل، وبتحصل على تسهيلات ومساعدات يمكن تعينك وتكون مهمة وقضية كبيرة تتوليها. بتلتقي بأشخاص قادرين على إصدائك النصائح، أو ناس بيوجهوك بهالشهر على شيء بيفيدك. كتار من مواليد الحوت بينتقلوا فجأة إلى عمل جديد، أو بيضيفوا قضية على عملهم، وربما بيصير في انتفاضة، وبيفاجئ مولود الحوت المحيط بتصرفات ما بتشبه هدوءه وانضباطه عامة. يمكن هذا المظهر الساكن والأسلوب الدبلوماسي بيتغير بهالشهر.
حدث ما، كلمة أو قرار رح يقلب عالمك رأسا على قلب على عقب. انتبه، بتعترف هالشهر بحقيقة كتمتها أو بتسعى لإثبات إنك على حق بكل الوسائل، لو إنه الحكمة بتقول ببعض الأحيان لازم تسير المحيط، فما بتقارعه بحجج وإثباتات بأنك الأفضل. ما رح تسامح لا غلاظة ولا وقاحة إذا حدا زعجك. هالشهر في مصارعة فكرية مع أحدهم، وكمان في بعض الإفقاد للتوازن بيسجل كسوف هو الأقوى، وبيعني الانتباه إلى شؤونك المالية أكثر من إلى شؤون أخرى. طبعا هيدا شهر مهم كتير بالإجمال، ويمكن تشهد معه تغيير أو صدمة، ومعه كمان لازم يكون في انتباه لصحتك وسلامتك. حاول أنه تتقبل يلي بيطرق بروح رياضية يا عزيزي، وتفهم وتماسك. هيدا على الصعيد المهني. شو على الصعيد العاطفي؟ بفيديو آخر. شو بتقول الأفلاك لمواليد الحوت على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، هالكسوف يلي بده يطرق بشهر نيسان بيأثر جدا على وضعك العاطفي. ليش؟ لأنه بيواجه فينوس ببرج الحمل، وبيطرح تساؤلات حول استمرار علاقة عاطفية مهددة. يمكن كمان يكون ميركور بالحمل بيأثر على وضع عائلي بيشكي أحد أفراده من تراجع صحي. هالكسوف منه وحده يلي بيولد بعض التأثيرات على حياتك الحميمي. في عندك كمان فينوس بالحمل يلي بيبدل المزاج، وميركور بالبرج نفسه يلي بيبدل الأسلوب. كأنك غريب عن ذاتك، تتصرف بطريقة غير معتادة. يمكن تفاجئ أقرب الناس لإلك بقرارات مفاجئة أو تصرفات غير مألوفة أو ردات فعل بتولد بعض المشاكل، فحاذر. يا عزيزي، بأول 5 أيام بتكون سعيد مع شريكك العاطفي. أنت بتحاول إسعاده، بتجاهد من أجل هالشي، بتلبي رغباته، بتكون كتير مهتم فيه وحنون معه. بعدين بتتغير الأجواء أو الأحوال، فبتدخل ابتداء من تاريخ 6 جو من التعقيدات. حتى ولو سادت الرومانسية علاقتك، فأنت بتتراجع عن حلم ربما، أو بتصدمك حقيقة بعد ما كانت حلم براسك لوقت طويل. يمكن التقرب من فارس الأحلام أو أميرة الأحلام بيولد احتكاكات أنت ما كنت متوقعة، وبيجعلك تكتشف شيء غريب عنك وبيفاجئك. بس في بعض مواليد الحوت ولو كانوا الليل بيستعجلوا الزواج بهالشهر، وبيتقدموا بالعرض للحبيب أو الحبيبة. الأجواء العاطفية ما فينا نوصفها بأنها هادية، بل بتحمل الصخب بكل أوجه هالصخب، السلبية كانت أم الإيجابية. عزيزي، تسكنك الحماسة الكبيرة في هالوقت، ويمكن توقع بالغرام من النظرة الأولى كمان، أو يمكن تصادف ظروف تخليك تهب للدفاع عن الحبيب أو الحبيبة بكل قواك، مستهتر بكل الأعراف والتقاليد ومتحدي حدا بيوضع العصي بالدواليب.